السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد محمود زهران من جدة المملكة العربية السعودية، جراح أنف وأجوب أنفية وجراحة قاع جمجمة بالمنظار. أعمل في القطاع الخاص بمستشفى سمير عباس ومركز عيادتي بجدة. حقيقة أود أن أشارك في موضوع توعوي هام، وهو الحساسية الأنفية لدى الأطفال والكبار. الحساسية الأنفية من أكثر الأمراض شيوعاً في التخصص، تصيب عدد كبير جداً، لها علاقة طبعاً بعوامل وراثية وبيئية وعوامل أخرى. موضوع جزئية هامة جداً اللي هي طرق الوقاية وتجنب التعرض للعوامل المهيجة للأنف. دائما الحساسية الأنفية بتشارك في حالة عدم الانتظام في علاجها والوقاية منها في كثير من الأمراض اللي في التخصص. تأثيرها كبير على الأنف، على الجيوب الأنفية، على الإذن طبعا، على الحنجرة، الحلق. لها تأثير كبير عندما يعني تدخل في مرحلة المضاعفات بسبب عدم الانتظام في العلاج والوقاية. أحب أنوه على موضوع الوقاية جدا. الحقيقة جزئية الوقاية دائما احنا نقول مسألة الوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق بأكبر مثال في موضوع الحساسية الأنفية. فدائما احنا كأطباء نقول للمريض الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، وبعدين نفكر في العلاج. فالوقاية من العوامل المهيجة هام جدا بدرجة عالية جدا، لأنه بتقلل التعرض حق الأغشية المخاطية لهذه العوامل. طبعا معروف الحساسية الأنفية عبارة عن ردة فعل عنيفة من أغشية المخاطية اللي بتغلف الأنف وجيوب الأنفية لعوامل مهيجة معينة، قد تكون عند شخص ما تكون عند الشخص الثاني. نفس العوامل هذه تختلف من واحد للثاني، لكن في بصفة عامة العامل الأساسي في الموضوع وهو الوقاية. دائما تقليل كمية التعرض هامة جدا. طيب كيف أعرفها أنا؟ هذه طبعا تعتمد على خطوات. أول خطوة هي الملاحظة، قد أنه مهم جدا المريض أو أهل المريض لو كان طفل وكده يبدأ يلاحظوا نوعية الروائح أو المكونات اللي في الغذاء اللي ممكن تأثر على حاسة أو ردة فعل الحساسية أقصد. ويبدأ إذا تأكد من هذه العوامل أنه عند التعرض لها بتزيد الحساسية يتجنبها قدر الإمكان، ويلاحظ نفسه لما بيتعرضها بتزيد، فيعرف أنه هذه العوامل بتأثر عليه، فمهم جدا الوقاية. جزء آخر هام جدا وهو غسيل الأنف بالشكل الدوري. طبعا إحنا الحمد لله في الإسلام عندنا الغسول الأنف 5 مرات في اليوم، هذا جزء هام جدا في تقليل كمية المهيجات اللي بيتعرض لها الشخص، لأنه بتغسل الأغشية المخاطية من الرواسب اللي بتجي وبتعمل التحسس. فهذه هامة جدا، وحقيقة أنا أحب أؤكد وأنوه عليها لأنه بتفرق كثير مع المريض. حتى لو عنده حساسية مفرطة، تقليل وتغسيل الأغشية المخاطية من الرواسب اللي بتجي هام جدا. طبعا بالإضافة إلى الأدوية اللي هي فيها تدرج، هذه ما هو مجال التوعية قد ما هو مجال للطبيب. عادة بنبدأ بالأدوية البسيطة ثم نتدرج حسب شدة الحالة حتى نصل للعلاج المناعي. أتمنى أن تكون المعلومة مفيدة، وشاكر لكم.